ولينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد رواجده. اهلا ومرحبا بك عماد، ما الذي تقوله واشنطن عن محاولاتها لوقف ما يحدث في لبنان؟ ما قاله بايدن اليوم هو ان صحيح خيار الحرب ممكن كما قال الحرب الواسعه، لكن ايضا خيار الحل الدبلوماسي والاتفاق ايضا ممكن، وقال بأنه لا يريد أن يبالغ، لكن هذه الصفقة التي يعمل عليها الآن، المقترح الذي جرى تسريب بعض المعلومات عنه كما أشرت أحمد في بداية الخبر، هذا المقترح قد يغير المنطقة جذريا حسب ما قال جو بايدن، لكن يبدو أن الأرضية لما يتحدث عنه جو بايدن ترتكز إلى مجموعة من الثوابت، سمعناها أيضا اليوم من البنتاغون ومن أنتوني بلينكن أيضا في لقاء على ABC. تقوم هذه الأرضية على أن أولا البادئ في هذه في الحرب هو حزب الله في 8 أكتوبر، هو منظمة إرهابية كما قال أنتوني بلينكن اليوم في لقائه مع ABC، بأنه أطلق الصواريخ على إسرائيل وتسبب بإجلاء سكان المستوطنات الشمالية، وبأن إسرائيل تدافع عن نفسها. واليوم جو بايدن أيضا في المقابلة التي أشرت لها أحمد تحدث عن العلاقة المتينة والعميقة مع بنيامين نتنياهو، وكيف أنه صهيوني، وأعاد التأكيد على أنه صهيوني، وأن أحدا يجب أن لا يشكك في ولائه لإسرائيل. هذه هي الأرضية للاتفاق الذي يجري الحديث عنه، وفيما يبدو هو هدفه الأساسي الوصول إلى وقفة مؤقتة أو بوز، وليس وقف لإطلاق النار، والهدف أيضا هو الحيلولة دون توسع هذه الحرب لتصبح حربا إقليمية. حينما يتحدث الأمريكيون عن خفض التصعيد هم يركزون على هذه النقطة، هم ينكرون أيضا كما جاء على لسان البنتاغون قبل دقائق قليلة قبل أن نبدأ هذه النافذة، البنتاغون يقول ليس هناك حتى تعاون استخباري مع إسرائيل فيما يخص العملية في لبنان، ويقول بأن الإمداد العسكري الأمريكي هو أفضل مما كان في أبريل الماضي، الولايات المتحدة قادرة على الدفاع عن إسرائيل، وبأن الولايات المتحدة تعتقد بأن الاجتياح البري قرار إسرائيلي تقرره وزارة الدفاع. لم نسمع أي اعتراض على قرار أو بوادر الاجتياح البري الإسرائيلي للبنان، لم نسمع استنكارا للعملية بالضرورة، هناك حديث فقط عن خفض التصعيد، ومن الواضح أن المقصود أمريكيا بخفض التصعيد هو عدم تدخل إيران ودول أخرى في هذه الحرب.